أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن إباحة صيد الكلب المعلم دون صيد الكلب الذي لم يعلم، فقال: فقد أثر العلم حتى في البهائم، فهل يطلق على كلاب الصيد أنها بهائم؟ ما في شك، هي من البهائم، البهيم الذي لا ينطق، البهيم اسم للذي لا ينطق من الحيوانات، فهي بهائم بلا شك. والكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم. نعم.